سالو لي زامي، معكم عماد النيتي، مرحبا بكم في حلقه جديده. كيف ما كنت وعدتكم في واحد الحلقه قلت لكم باللي غادي ان شاء الله ندير لكم واحد لا فيديو فيه كاع القواعد الاساسيه في اللغه الفرنسيه، غادي نجمعهم في فيديو واحد، وان شاء الله اليوم غادي نوفي بهذاك الوعد اللي قلت لكم. فهاد لا فيديو هذا ان شاء الله غادي يكون شويه مطول، نحاول ما نطولوش بزاف، غادي نعطيكم الاساسيات في اسرع وقت ممكن. هاد لا فيديو هذا يقدر يكون بحال واحد درس، ولا بحال واحد المرجع ديالك تبقى ترجع ليه، بان فيه كاع القواعد الاساسيه اللي خصك ضروري تكون تتعرفهم في اللغه الفرنسيه الا بغيتي تتعلم لا كومونيكاسيون، ولا الا بغيتي تتعلم اي حاجه في اللغه الفرنسيه. فهمتوني؟ هذه القواعد الاساسيه لا مفر منها، يعني خصك تعرفها ضروري. ان شاء الله غادي نتوكلوا على بركه الله. هذه القواعد الدراري كاينين سبعه، كاينين سبعه وكنت قلتهم لكم ديجا. كاينين كاين لو نو اللي هو الاسم، كاين لي زارتيكل اللي هي الادوات، كاين لي بريبوزيسيون اللي هما حروف الجر، كاينين لي فيرب اللي هما الافعال، كاينين لي زادجيكتيف اللي هما الصفات، كاينين لي برونون اللي هما الضمائر، وكاينين لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. في لي كونجونكسيون كاين لي كونجونكسيون دو سوبوردوناسيون، كاين دو كورديناسيون. حنا سوبوردوناسيون ما عندنا ما نديرو بهم، غادي نشوفو غير دو كورديناسيون حيت هي الاهم اللي تنستعملوها بزاف. غادي نحاول ان شاء الله نقول نشرح لكم بالعربيه، او ميم طون كاينين شي حوايج غادي نكتبهم ضروري بالفرنسيه. تبعوا معايا غير في هذا الفيديو، ان شاء الله غادي تفهموا كاع هاد القواعد هادو، غادي تعرفوا ما يبقاش عندكم اشكاليه لا بغيتوا تكتبوا ولا بزاف ديال الحوايج ولا تعبروا، غادي تولي تعرف شنو مثلا الادوات ولا شنو الحروف ولا شنو الصفات اللي تقدر تستعملهم بكل بساطه. نبداو بلو نو. لو نو الدراري، لو نو هو الاسم كيف قلنا. لو نو ابلي اوسي سبستانتيف est un mot qui varie en genre et en nombre. L'isme d'drari تختلف على حساب le genre، على حساب le genre هو الجنس واش ذكر ولا مؤنث، تختلف على حساب le genre واش ذكر ولا مؤنث، وتختلف عاوتاني على حساب le nombre. Le nombre واش هو واش singulier ولا pluriel، واش مفرد ولا جمع. واش فهمت؟ واش مفرد ولا جمع. Par exemple, un serveur. Un serveur, هذا مذكر. Une serveuse, une serveuse. Dix serveurs, dix serveurs, dix serveuses. هنا عندنا على تنقولوا سرباي، هنا سربايه، هنا سرباين دوكور، وهنا عاوتاني سربايات اناث. فوالا قال لك دوردينير il accompagne d'un déterminant qui renseigne sur le genre et le nombre. قال لك dans la plupart des temps الدراري تلقاو ديما سابقو واحد ديتيرمينون، سوا ان سوا اون سوا دي سوا لو سوا لي. من بعد غادي نشوفوا هذوك الحوايج. نقول لكم العلاقه باللغه العربيه. قال لك تنقسم الاسماء في اللغه العربيه في اللغه الفرنسيه الى قسمين، وهما اسماء مذكره، اسماء مذكره واسماء مؤنثه. كاين ان ادوات التنكير، لو كاين ان ولو ادوات التنكير، الاسم مذكر يسبق عاده باداه التعريف. كاين اون وكاين لا، هادو أداة تنكير، تا هما هادو يسبق عادة بأداة التعريف. المهم نشرح لكم هادو باش تفهموه، ندوزو لهنا باش تفهموا هاد. من بعد غادي ندوزو غادي نرجعو لهم في لي زارتيكل. المهم بلا ما تقلقوا دابا، المهم خصكم تعرفوا لو نون الدراري. قلنا شنو هو لو نون؟ تيحددوا لي جوج العناصر الأساسية اللي هو لو جونغ، واللي هو كيف قلنا لو نومبر. لو جونغ سوا ماسكولان ولا فيمينا، لو نومبر سوا سينغولي ولا بلوريال، زعما واش مذكر ولا مؤنث لو جونغ، ولا مفرد ولا جمع. هادشي باش نعرفوا الاسم، باش نعرفوا شنو هو لارتيكل اللي نخدموا به. في لي نون الدراري اون ديستينغ بليزيور كاتيغوري دي نون دو نون. في لي نون كاينين بزاف ديال المجموعات، ولكن اهم مجموعتين خصكم تعرفوهم، حيت انا جاي اليوم غير باش ندير لكم الملخص المفيد ولا بخلاصه داكشي. اهم حوايج خصكم تعرفوهم في لي نون هما هاد الجوج هادو، لي نون بروبر اي لي نون كومون. لي نون بروبر اي لي نون كومون. لي نون بروبر شنو هما الدراري؟ باش نشرح لكم بالدارجه باش تفهموا. لي نون بروبر هما اسماء المدن، اسماء البلدان، واسماء الاشخاص. اسماء المدن، اسماء البلدان، واسماء الاشخاص. هادو الدراري هما لي نون بروبر، وديما تيبدا الحرف الاول منهم تيكون ماجيسكول، تيكون كبير الحرف البديه الاولى تتكون. باغ اكزومبل كازابلانكا اسم مدينه، الحرف الاول ديالها تنديرو كبير. ماروك اسم بلد، الحرف الاول تنديرو كبير. عماد اسم شخص، الحرف الاول تنديرو كبير. فهمتوني؟ هادو هما لي نون بروب. لي نون كومان هما الطبقي اللي بقى، لي نون كومان هما الطبقي. الا فهمتي هاد لي نون بروب، لي نون كومان هما داكشي اللي بقى. مثلا
ان بيرو، ان بيرو مكتب، مكتب. واش واش مدينة؟ لا. واش بلاد؟ لا. واش سمية ديال شي شخص؟ لا. مثلا اون ميزون، واش مدينة؟ لا. واش سمية ديال شي شخص؟ لا. واش سمية ديال شي بلد؟ لا. دي فلور، الزهور، واش حتى هي ماشي من هادوك. وديما هادو الدراري، هاد لي نون كومان تيكونوا بادين بدي ديتيرمينو، عقلوا عليهم ضروري. نقول لك ان بيغو، ان غاسون، اون في، نقول لك بحال هاد الحوايج هادو، فهمتوا؟ هادو هما لي نون. عقلوا على ابرز الاشياء، قلنا لي نون تحدهم لي سوا لو جونغ تنعرفوا واش مذكر المؤنث، تيعطيني عاوتاني يقدر يقول لي واش بلوريال ولا سانغولي. وكاينين دو تيب ديال لي نون لي مهمين، كاينين الاخرين ولكن هادو هما الرئيسيين والمهمين. كاين لي نون بروبر ولي نون كومان. لي نون بروبر هما اسماء البلدان، اسماء المدن، واسماء الاشخاص. لي نون كومان هما اسماء ديال الحوايج الاخرين. فهمتوني ولا فهمتوش؟ ندوزو البارتي 2. لا بارتي 2 اللي هي لي زارتيكل. لي زارتيكل مهمين بزاف. لي زارتيكل قال لك نبداوهم بالعربيه. الاداه هي باللغه العربيه، الاداه هي كلمه تسبق، تسبق هي كلمه تسبق الاسم لتعبر عن جنسه وعدده، وتنقسم الى قسمين. هي كلمة تسبق الاسم لتعبر عن جنسه، هذه عندها علاقة بالاسم اللي كنا شفنا في الأول، فهمتوا؟ كيف قلنا باش تعبر على جنسه جونغ ديالو، ولا تعبر على عدده، فهمتوني ولا فهمتوش؟ جنسه مذكر ولا مؤنث، عدده بلوغيال ولا سانغولي. قال لك كاينين لي زارتيكل ديفيني اللي هي أدوات التعريف، وكاينين لي زارتيكل انديفيني اللي هي أداة التنكير، فهمتوني؟ غادي نشرحهم هنا، غادي ندوز روح الطابلو باش تفهموا، باش نشرح لكم بلي ديتاي. لارتيكل انديفيني تيكون فيهم ان اون و دي، ارتيكل انديفيني. لي زارتيكل انديفيني هما ادوات التنكير، ديس ديزين اون بيرسون، اون شوز، او ان انيمال دو مانيير امبريسيز. امبريسيز شي واحد تنعرفو، مش فهمتو؟ امبريس شي واحد ما تنعرفوش، ديزولي شي واحد ما تنعرفوش. مثلا بغيت نقول لك مثلا نقول لك اب، هاد الاب انا ما عارفش هذاك الاب، اب بين من، تنقول لك امبير، فهمتو؟ هنا لارتيكل ديفيني، لارتيكل ديفيني هو الكونتخيغ ديال هذا، تنعبرو على شي واحد تنعرفو. الا بغيت نقول لك ابو احمد، ما نقولكش امبير دو احمد، نقول لك لو بير دو احمد، نقول لك لا مير دو احمد، ما نقولكش اون مير. اون مير هي ام، ما عرفهاش انا مين من، ولكن فاش نقول لك لا مير دو احمد زعما ام احمد، تنعرفها انا شكون، فهمتوني؟ هذا هو لا ديفيرونس بين ارتيكل ديفيني و ارتيكل انديفيني. غادي ندوزو لهاد الطابلو، هذا تيلخص لي هاد الشيء هذا اللي قلناه. في لي زارتيكل قلنا تحدو لي زارتيكل، الدور ديالهم هو تيعطيني هذاك لو نو، تيصنفهم لي لو جونغ ولا لو نومبر. لو جونغ ها هما، كاين ماسكولان وكاين فيمينا. لو جونغ كاين ماسكولان كاين فيمينا. لو نومبر كاين سانغولي اللي هو المفرد، وكاين بلوغيال اللي هو الجمع. لي زارتيكل ديفيني كاين لو، لو ولا ال ابوستروف تدال الماسكولان، تنقول لك لو تدار الماسكولان. كاين فيمينا تدار لا ولا ال ابوستروف. في الماسكولان ولا في الفيمينا في البلوريال تنديرو، في الجمع تنديرو لي. عقلوا هادو في المفرد لو، المذكر لا، المؤنث في الجمع تنديرو لي. ارتيكل انديفيني، انديفيني تنديرو ان في الماسكولان سانغولي، اون في الفيمينا سانغولي، ودي تنديروهم في البلوريال اللي هو في الجمع، سواء المذكر ولا المؤنث. عندنا ارتيكل كونتراكتي اللي هو هاد او، او او على بلاص تا رومبلاسيو به الو. مثلا تنقول لك جو في الو، فاطمه نقول لك جو في الو سينما، حيت سينما مذكر، ما تنقولكش جو في الو سينما، تنقول لك جو في او سينما، فهمتو؟ غير تي رومبلاسيها فوالا، ولا تنعوضوه بدو، دو دو تي رومبلاسي لي دو لو، دو لو. هذا في الماسكولا. عندنا في الفيمينا عندنا الا، الا تتبقى الا. مثلا اللي قلت لك نقدر نقول لك جو في اليكول، جو في اليكول، ما نقول لك جو في او ليكول، فهمت؟ جو في اليكول تتبقى. و دو لا، دو لا عاوتاني في الفيمينا. في المذكر تتولي او افيك اس، او افيك اس تترومبلاسي ا زائد لي. و دي تتبقى دي، دي في الجمع. فوالا. هنا ارتيكل بارتيتيف دو، دو هي دو لو تتولي دو، دو لو تتولي دو. هيا راه عندنا ديجا هنايا لاحظتوا في الماسكولان. في الفيمينا تتبقى دو لا، تتبقى دو لا. في البلوريال هادشي في سانغولي بطبيعة الحال، في البلوريال دي، دي هي دو بلوس لي، تتجمع تتولي دي.
فهمتوني؟ عقلوا اهم حاجه خصكم تعقلوا عليها، عقلوا بالاخص على هاد الجوج، هاد الولا ارتيكل ديفيني انديفيني. ارتيكل ديفيني في الماسكولين سانغولي لو، في الفيمينا سانغولي لا، انديفيني في الماسكولين سانغولي ان، في الفيمينا سانغولي اون، في البلوريال هنا ديفيني لي، وفي سميتو وفي انديفيني دي. هادو اللي خصكم تعقلوا عليهم اساسيين. نمروا للبارتي 3. لا بارتي 3 عندنا لي بريبوزيسيون اللي هما حروف الجر. عقلوا معايا لي بريبوزيسيون حروف الجر. لي بريبوزيسيون اون بريبوزيسيون اي تان مو انفاريابل كي سو بلاس اونتر دو جروب دو مو. قال لك هذيك حرف الجر هو واحد الكلمه انفاريابل كي سو بلاس اونتر دو جروب دو مو، تيجيني بين جوج مجموعات اسميه، بين جوج مجموعات ماشي بالضروره اسم، بين جوج مجموعات ديال الكلام، سواء جوج المجموعات مجموعه اسميه ومجموعه فعليه، ولا مجموعه اسميه ومجموعه اسميه، المهم تيجيني اونتر دو. نديرو نعطيهم لكم باش تفهموهم. هادو دي زيكزامبل ديالهم، هادو هما اغلب اللي كاينين عندنا في الفرونسي. لي بريبوزيسيون كاين ا، تنقول لك جو في ا لا ميزون، جو في ا لا ميزون ا، الى هي الى، كاينه دو، كاينه دو. La balle de Marie. La balle de Marie. Hiya diel. Kina chez. Marc est chez ses parents. Chez. Hiya inda. Kina de chez. Il revient de chez sa sœur. Min indi. De chez. Hiya min inda. Ou la min indi. Kina en. Et se promenant en chantant. Wa. Hiya bhalwa hnaya. En. Hiya fi. Normalement. Hiya bhalwa. Dans. Kina dans. Je monte dans le taxi. Hiya fi. Kina avant, ne viendront avant le déjeuner. Qabla. Kina devant, il est devant la fenêtre. Devant, il y a qbel, qbelt, qbelt. Bhal en face. Kina après, je t'écrirai après les vacances. Min bad, ya min bad, après. Kina derrière, le chat est derrière la porte. Ya min wara. Hado tstahfdohom, do ntouma tqidom, hadchi koullo khsso yitqid, raha khsso hadchi koullo yitqid tbiat lhal. Kina par, la ville est visitée, la ville est visitée par de nombreux touristes. Par Yamin Taraf. Kina pour, il part pour l'Italie. Pour Min Ajl. Avec, Monique voyage avec son mari. Yamaa. Entre, je viendrai entre 10 et 11 heures. Entre Yabina. Kina jusque, j'irai avec toi jusqu'au parc. Ya ila rayet. Kina contre, l'échelle a appuyé contre l'arbre. Contre, il y a la sur l'oiseau est sur le toit. Sur yafoka kina sous, il y a un radiateur sous la fenêtre. Bina sous yabina entre scribble kina vers, il viendra vers 5 heures. Vers ya vers tangulo ya hawali hawali scribble kina sans, je suis sans le seau yabidoun. Kina envers, envers. Il est bon envers moi. Envers moi. Il est bon envers moi. Il y a. Darija, je ne sais pas. Il y a. Envers moi. Il y a. Tkaribel, tu y a bhal hawali. Il y a. Il est bon envers moi. Il y a tijahi, il y a tijahi. Kina, prix de. Ils sont restés chez nous près d'une semaine. Prix de hawali. Ou la tkaribel. Au prix de. Il ne sait rien au prix des autres. Au prix de Tahiya, c'est le même. Autour d'eux. Autour de. Nous sommes assis autour de la table. Autour Hawla. À travers. Nous sommes promenés à travers la forêt. À travers. À travers. Tengolo. À travers. Nous sommes promenés à travers la forêt. À travers la forêt. À travers. Il y a une telle arcane. C'est le même. C'est le même. C'est le contexte. C'est le. En face de l'école et en face de la gare, il y a Qbelt. Via vie de, il se comporte bien via vie de sa mère. Via vie, il y a Palatengoulou. Il comporte bien via vie sa mère. Zama Bhal Mchatlim Bali Sarha Bedoura Darija. Via vie, il y a Mchatlim Sarha Dimbali. ماشي مشكل. وكاينين دوطخ تيرم، هادو هما لي بريبوزيسيون. هادو الدراري تيجيو ديما، لاحظتو هانتوما
عندنا اون فيغ تيجيو بين مجموعات ديال الكلمات بطبيعة الحال. كاين لي فيرب، لي فيرب كاينين تخوا تيب ديال لي فيرب ولا تخوا جروب. كاين لي فيرب دي بروميي جروب سونسي كو سي تيرمين سي كي سو تيرمين ان او ار ان انفينيتيف à l'exception du verbe aller qui appartient au troisième groupe. Gallek, jamais les affaires les titres salubres er, vous m'avez le mouvement ou la main ada aller. Aller tient jamais le mouvement tali tali tati. Tu m'as fait le chat. Kinin, les verbes du deuxième groupe se terminent par ir à l'infinitif et par isant au participe par présent. Pour finir, gallek les verbes les titres salubres ir, ado deuxième groupe, à l'infinitif. Et ils ont au participe. Fais un goulot nous, c'est goulot nous faisons. Les tissalib i 2s a n t, le participe présent. Fais un goulot nous, c'est un sarfof le présent. Hadak tikon deuxième groupe. Hadkin est troisième groupe, puis ir. Ou qui met fiche i 2s a n t. Les autres verbes, vous mettez drali de troisième groupe. Kin fi hum lib ir ou le participe présent dialo, mais tissalish qui vous gounehna i 2s. ANT, tisali, en. Bhal, ouvrir, tangoulou, ouvrant. Mais tangoulouch, ouvrissant. Tangoulou, ouvrant. Wawa wakha IR, ndof l'khar, hada troisième groupe. Hadi la différence entre deuxième et troisième groupe. Qui est le verbe, le tisali, RE. Bhal coudre, bhal teindre, bhal dire, bhal faire. Qui est d'autres verbes, les verbes en OIR. Bhal voir, asseoir, vouloir, etc. Hadou, ce sont les verbes. ديال التروازيام جروب راه رجعتو لا سيري ديال لا كونجيكسيون غتلقاوني ندير لكم لا كونجيكسيون ديال لي فيرب. لي فيرب الدراري نكملو، كاينين اهم الازمنه اللي خصك تعرف. كاينين اهم الازمنه اللي خصك تعرف. كي خصك تعرف لو بريزون اللي هو المضارع اللي هو اللي تتعيشو، كاين لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب، كاين لو باسي سامبل اللي هو الماضي البسيط، كاين لامبارفي الماضي الناقص، وكاين الفيتور المستقبل. وراني داير شرح حيت كاين اللي عنده بحال اشكال ولا ما فاهمش شنو هو لو باسي كومبوزي اي لا بارفي. ندير واحد لا فيديو شرحهم. واكثر الافعال اللي تتصرف هي اربعه، ماشي تنحيدو منهم لو باسي سامبل، ولكن اللي عرفتي حيت لو باسي سامبل غير تنكتبوه ما تنعبروش به. ندوزو لي زادجيكتيف. لي زادجيكتيف اللي هما الصفات. لي زادجيكتيف اللي هما الصفات، هادو هما الصفات اللي غادي نقراو. كاين لادجيكتيف كاليفيكاتيف، صفات تأهيل. كاين لادجيكتيف ديمونستراتيف، صفات الإشارة. كاين ادجيكتيف بوسيسيف، صفات الملكية. كاين ادجيكتيف انتيروغاتيف، صفات الاستفهام. كاين دي زادجيكتيف انديفيني اللي هي صفة غير محددة، وكاين ادجيكتيف نيمورال اللي هي صفة التعداد. غادي نبداو على بركة الله بأول صفة. الصفات الدراري هما الصفات اللي تنعطيهم الأشياء. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هادشي اللي كاين راه بالدارجة باللغة العربية وباينة. غنبداو بأول حاجة أدجيكتيف كاليفيكاتيف. الأدجيكتيف كاليفيكاتيف صفات التأهيل هي أسماء تستعمل لنعت حالة الأشخاص الحيوان أو شيء معين، وتتفق صفة التأهيل مع الاسم في النوع، واش مذكر أو مؤنث، والعدد، واش مفرد ولا الجمع. أي إذا كان الاسم مذكرا تكون أيضا الصفة مذكرة إلى آخره. هادي ماشي مهمة بزاف كاليفيكاتيف، هادشي علاش ما نوقفوش عندها، مبغيتش نعطيكم فيها والو. كاين لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، هادو مهمين بزاف وخصكم تعرفوهم. راه داير واحد لا فيديو شرحهم هما ديمونستراتيف والبوسيسيف، تترجعوا بلي ديتاي تماك. صفة الإشارة هي الكلمات التي تسبق الاسم وهي تقابل في اللغة العربية هذا، هذه، أو هؤلاء، وهي للمفرد المذكر. دابا عندنا الدراري انتبهوا معايا، كاين سو 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 تنقولوها للمذكر المبتدئ بحرف ساكن. سو تنقولوها المفرد المذكر اللي بادي بحرف ساكن. شنو ما حرف ساكن؟ زعما ما فيهش لي فوايل، ما فيهش لي فوايل. مثلا غارسون، غارسون باش بادي؟ بادي بجي، جي ماشي فوايل، حيت لي فوايل الدراري خصكم تحفظوهم هي ا اي او او يو ايغريك. وكاين حتى اش صامت، اش ميت، زعما هي اش صامته باللغه العربيه. قلنا الدراري سو تنستعملوها للمفرد المذكر، مفرد واحد، مفرد ومذكر زعما واحد. مثلا غارسون، غارسون راه مذكر، غارسون مذكر تيبدا بجي. اذا ما تيبداش بحرف زعما ديال لي فوايل، ما تيبداش بهذوك الحروف الساكنه، ما تيبداش بحرف متحركه زعما. اذا نقولوا سو غارسون، سو غارسون.
كاين اخر الدراري بالنسبه للمفرد المذكر، ولكن اللي تيبدا بحرف متحرك اللي تيبدا باللي فوايا اللي قلناهم ولا باش، تنقولوا سيت. ها هي تنقولوا سيت، هي تا هي هذا. كاين بالنسبه للمؤنث يكون بادي باش ما بغى يكون، تنقولوا سيت دو تي او ا لا فان، سيت هذه. بالنسبه للجمع المذكر والمؤنث كلهم بصفه عامه تنقولوا سي، تنقولوا سي. سو هذا تنقولوها الجميع، المفرد المذكر الجميع هم هذا اللي فيهم اللي بادين بلي فويل بحال ا اي او وهذوك لي فويل ياك. هكينا سيت هذه تنقولوها اللي بادين بلي فويل وباش فوالا. وكاينه هاد سيت بالنسبه للمفرد المؤنث، وكاينه سي بالنسبه للجمع سواء المذكر سواء المؤنث. عقلوا على هادشي مزيان، يعطيكم السلام. كاين ادجيكتيف بوسيسيف، صفات الملكيه، وهي الكلمات التي تسبق الاسم وتحدد تبعيه الشيء المملوك للاسم وهي. هادو الدراري شنو هما؟ انا نفسر لكم. هادو مرتبطين بالملكيه، تنقول لك شي حاجه مثلا، فاش نبغي نقول لك ديالي، فاش نبغي نقول لك ديالو، فاش نبغي نقول لك ديالنا، هذا هو. مثلا هادو الدراري في المفرد المذكر او المؤنث شنو تستعملوا؟ انتبهوا معايا عندكم السر. تنقولوا مون، مون هذا المذكر، مون مذكر، طون هو مذكر، صون مذكر. هانتوما هذا، ولكن هذا غير شيء واحد. هانتوما تنقول لك مون، مون ستيلو، طون ستيلو، طون ستيلو، صون ستيلو. واش فهمتوا؟ الا بغيت نقول لك تخوس، تخوس مؤنث، تنقول لك ما تخوس، تا تخوس زعما ديالك، سا تخوس ديالها. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هنا مذكر او مؤنث الذي يملك اشياء كثيره كثيره، هنا سواء كان مذكر سواء مؤنث، ولكن تملك اشياء، تملك اشياء كثيره. تقولوا مي، تقول لك مي زافير، تي زافير، سي زافير. كاين عاوتاني المذكر او مؤنث الذي يملك شيئا واحدا، تملك غير حاجه وحده، تقولوا نوتر، نوتر بحال تقولوا نوتر كلاس زعما قسمنا، غير واحد، قسم واحد، فوتر كلاس، لور كلاس. فهمتوا؟ الا كنا تنملكو بزاف تنقولوا نو كارطابل، فو كارطابل، لو كارطابل، نو كارطابل حقائبنا، فو كارطابل حقائبكم، نو كارطابل حقائبنا، فو كارطابل حقائبكم، لو كارطابل حقائبهم. واش فهمتوني؟ هذا هو لا ديفيرونس بين هذاك وهذا. غادي ندوزو لادجيكتيف انتيروغاتيف، وهي تقابل في اللغه العربيه ادوات الاستفهام. هادو باينين، هادو كيل، عقلو كيل، تتقال كيل هكا لمفرد المذكر، للمفرد المذكر، وكيل بدوزال في الاخر او للمفرد المؤنث، وكيل افيك اس بحال هنا، هي بحال المذكر او اس، هذه لجمع المذكر، وهذه بحال هذه غير زيدين عليها لجمع المؤنث. هادو ساهلين بزاف. كاين لادجيكتيف انديفيني، ولا هي الصفات الغير المحدده المستعمله، هي هادو اهم الصفات اللي تستعملو. كاين كيلكو هي بعض، كاين تو كله، كاين توت هنا، تو هي للمفرد المذكر، توت للمفرد المؤنث، تو ولا توس هي كله للجمع المذكر، توت للجمع المؤنث، اوكان لا احد هذا للمذكر، اوكين لا لا واحده للمؤنث، كاين شاك هي كله، كاين مام هي نفس. هادو غير حفظوهم، هادو راه ساهلين بزاف، عقلوا عليهم. كاين ادجيكتيف نيميرال، صفات التعداد، هي الكلمة التي تسبق الاسم وتحديد عدده أو رتبته. بحال تنقول لك 5 جور، بحال تنقول لك 5 جور، 5 جور خمسة أيام، بحال تنقول لك لو دوزيام جور اليوم العاشر. فهمتوا؟ هادو غير ديال التعداد، ساهل يتعرفو بزاف. عقلوا على أدجيكتيف ديمونستراتيف، أدجيكتيف بوسيسيف، هادو هما اللي عقلوا عليهم بزاف، أدجيكتيف ديمونستراتيف وأدجيكتيف بوسيسيف. دابا ندوزو لي برونو، لي برونو، لي برونو مهمين بزاف، اللي هما الضمائر. اهم الضمائر اللي كاينه والمستعمله في اللغه الفرنسيه هي لي برونو بيرسونيل، هي رقم واحد. كاين لي برونو رولاتيف، رولاتيف، كاين لي برونو ديمونستراتيف، كاين لي برونو بوسيسيف، لي برونو انتيروغاتيف، لي برونو انديفيني. غادي نبداو برونو بيرسونيل. برونو بيرسونيل بكل بساطه هو جو، تو، ايل، ال، نو، فو، ايل، ال. هادو كنا تنديروهم شحال هادي لعقلتو، هما اللي تنديرو اصلا تنستعملو هادو، كلشي تيعرفو، انا، انت، هو، هي، نحن، انتم، هم، هن.
فوالا هادو عقلوا عليهم، هادو لي برونو بيرسونيل. اسهل حاجه كاينين في لي برونو هما هادو، عقلوا عليهم مزيان. كاينين لي برونو غولاتيف، لي برونو غولاتيف ديسون، لي برونو غولاتيف هي ضمائر الوصل لها دوران يمكن ان تعوض الاسم والضمير، او ممكن ان تصل بين جملتين. اهم ضمائر الوصل في الفرنسيه هما هادو اللي نقول لكم. كاين لوكال، لوكال المذكر، لاكال المؤنث، دوكال المذكر، وكال المذكر. كاين ليكال المؤنث، ولا هذه الجمع تقدروا تجمعوها ماشي. كاينه ديكال وكاينه اوكال. نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا. تنقول لك سي لامي اوكال جو بونس، تنقول لك هذا سي لامي، سي لامي هذا هو الشخص، هذا هو صديقي اللي كنت اللي تنفكر فيه. سو سون لي زامي اوكال جو بونس، ان هما اصدقائي اللي تنفكر فيهم. واش فهمتوا؟ شي حاجه سهله، هذا غولاتيف سهله. عقلو لوكال، لاكال، ديكال، اوكال، ليكال، ديكال، اوكال. عقلوا غير على هاد اللعيبات هادو، الحوايج المهمه راه تنوقف عندهم، تنعطيهم وقت بزاف. الحوايج اللي غير دايزين ماشي مشكل. كاينه لي برونو ديمونستراتيف، هادو ضمائر الاشاره، هادو عقلوا عليهم مزيان عندكم بزاف. كاينه سول، هادو اللي المفرد المذكر. كاينه سولوي، سولوي تنقول هذا هو. كاينه سولوي سي تا هو هذا هو. كاينه سولوي لا ذلك هو. سولوي سي شي حاجه حدايا، سولوي لا شي حاجه بعيده عليا. هادو المذكر. كاين المؤنث نقولو سيل لا، سيل لا، سيل لا هذه اللي حدايا، شي حاجه حدايا. سيل سي شي حاجه بعيده، تلك بعيده عليا. سيل لا شي بحال انا داخل شي حانوت مثلا، الا كانت شي حاجه مذكره تنقول لك سولوي سي، كانت بعيده تنقول لك سولوي لا، كانت قريبه ليا بالنسبه للمؤنث تقول لك سيل لا. كومبيان لو بري دو سيل لا، فهمتي شحال الثمن ديال هكا، ولا كومبيان لو بري دو سيلسي لهذيك اللي بعيده. فهمتوني ولا فهمتوش؟ للجمع، الجمع الدراري تنقولوا سو، سو تنقولوا سو سي، سو لا هؤلاء. في الجمع هذا الجمع المذكر، الجمع المؤنث تنقولوا سيل، سيلسي، سيل لا. هذا الشيء بسيط جدا، خصكم غير تقيدوه، قيدوه عندكم، قيدوه غتبقاو تشوفوه في لي فراز غتوليو تقولوه. هذا سولوي، سولوي سي هو هذا اللي حدايا، سولوي لا ذلك اللي بعيد عليا بالنسبه للمذكر، سيل لا هذه اللي حدايا، سيل سي هذيك اللي بعيد عليا، سو سي ولا سو لا هؤلاء، سيل سي ولا سيل لا هذا الشيء بالنسبه للجمع المؤنث. هؤلاء هن. كاين لي برونون بوسيسيف، هادو مهمين بزاف، هادو هما المهمين في هاد التقريبا في لي برونو، خصكم تعقلوا عليهم. بالنسبه للمفرد المذكر باش نفسر لكم شنو هما هاد لي برونو بوسيسيف باش تفهموهم. لي برونو بوسيسيف بحال فاش نبغي نقول لك دابا مثلا كنا تندوي وبغيت نقول لك انا ديالي، ديالي ديالي، بغيت نقول لك شي حاجه ديالي، قال لك ديال من هاد الستيلو، ديال من هاد الستيلو، بغيتي تقول ديالي، ما غاديش تقول له ديالي داك الستيلو، غادي تقول له ستيلو مذكر. فاش يكون مذكر تنقولو لو ميان، لو ميان، لو ميان زعما ديالي. بغيتي تقولو لو تيان، هذا هذا شي حاجه مذكره، لو تيان هو ديالك، ديالك. لو سيان هو ديالو، لو نوتر ديالنا، لو فوتر ديالكم، لو لور ديالهم. هذا شي حاجه مفرد مذكر. بالنسبه للمفرد المؤنث تنقولو لا ميان، شوفو كتتزاد، تتزاد دوزان او على فا. لا تيان هذا في المؤنث بحالو بحال هذا، لا تيان، كاينه لا سيان، تنقولو لا فوتر، لا لور، لا نوتر. عقلوا عليهم. للجمع المذكر تنقولو لي ميان، ديالنا، لي تيان، لي سيان، لي نوتر، لي فوتر، لي لور. للجمع المؤنث تنقولو لي ميان، نفس هذاك بحال المؤنث اللي شفنا في المفرد المؤنث تنزيدو عليها اس على فان، تنقولو لي ميان، لي تيان، لي سيان، لي نوتر، لي فوتر، لي لور. عقلوا عليهم نعطيكم السر. هاد نتوما هنا المفرد المذكر بحال ستيلو مذكر، تنقول لك لو ميان ديالي، لو تيان ديالك، لو سيان ديالو، لو نوتر ديالنا، لو فوتر ديالكم، لو لور ديالهم. شي حاجه مؤنثه مثلا تخص، تنقول لك لا ميان، لا تيان، لا سيان، لا نوتر، لا فوتر، لا لور. بحال جمع مذكر، بحال جمع مذكر لي ستيلو، تنقول لك لي ميان، لي تيان، لي سيان، لي نوتر، لي فوتر، لي لور. بحال الجمع المؤنث لي تخوس مثلا، تقول لي ميان، لي تيان، لي سيان، لي نوتر، لي فوتر، لي لور، ديالنا، ديالهم. فهمتي؟ ما تبقاش تقول هذاك السيلو ديالي، تتقول لا ميان. لكن لو سيلو تقول لو ميان، لكن شي حاجه فوالا حيت مذكر. لكن مثلا
كارطابل نقولو لابيال، حيت اون كارطابل. تستعمل هنا ضمائر، عندنا لي برونو انتيروغاتيف، انتيروغاتيف. تستعمل ضمائر الاستفهام في الجمل الاستفهاميه. ضمائر هادو الدراري ها كاين كوا ماذا، كاين كو ما، وكاين كي من. هادو دي زيكزامبل باش تفهموا، هادو ساهلين بزاف. تنقول لك كو دي تو، ما قلت، ماذا قلت، ما كينا كي تو، من انت، تي بونس كوا، ماذا في ماذا تفكر، ولا ماذا تفكر، تي بونس كوا. واش فهمتوا ولا فهمتوش الدراري؟ عقلوا على هادو، هادو لو برونون انتيروغاتيف. غادي نشوفوا لي برونون انديفيني، الضمائر الغير محدده. هو كلمه تشير الى انسان او حيوان او شيء، شي واحد ما تنعرفوش انا، فهمتوا؟ شي واحد ما تنعرفوش، يكون كيف ما بغى يكون ما تنعرفوش. تنقول لك شاكان، كل واحد، اوكان، ولا واحد، تو، كل، كيلكان، احدهم، شي واحد ما تنعرفوش، فهمتوني؟ شي واحد ما تنعرفوش، ما تنعرفو لا فلان لا حتى شي واحد، نعبر عليه بهذا الشيء. تنقول لك بيرسون، شي شخص زعما، اوتخوي، شيء الغير، كيكونك، اي شخص، غيان، لا شيء، كيلكو شوز، احد الاشياء، زعما شي حاجه ما تنعرفهاش، تنعبر عليها بهادو الدراري. غادي ندوزو لهنايا، ديزولي هنا هنا ما بقيناش في لي برونون، ديزولي نسيت ما بدلتش هادي. حنا دابا في لا كونجونكسيون دو كورديناسيون، لا كونجونكسيون هادي دابا العنوان هو لا كونجونكسيون، لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. La les conjonctions de coordination relient des mots, des groupes de mots, des propositions de même fonction. Les conjonctions là, hadar rawabet hadou chno dawar dialo mouma tirabtou li bin jumla ou jumla ou bin faqra ou faqra ou bin kalma ou kalma, tikoun andhom nefs lkhidma taqriban. Chi yatak nefs lmaana chno baghi ntaya. Les conjonctions de coordination drari houma hadou. Ha houma fjenb hna. Mais, ça le fait, mais ou oui donc or ni car. Mais ou oui donc or ni car. Il y a mais ou i donc or ni car. Mais, je n'y ai mais marque l'opposition. Tiens, vous voulez ou la différence. L'opposition, je n'y ai pas. Il y a, je vous voulez faire ou bien n'attaquer à i acher. Tiens, vous voulez juste, je suis d'accord avec vous, mais, ou lakin, qui n'a. Ou il présente une alternative ou un choix. Ou un le choix. C'est-à-dire que tu préfères le thé ou le café. Ou je préfère le thé ou le café. Qui est et et il y a idafa. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous et en même temps je suis pas d'accord avec vous. Ou je fais une chose. Donc il exprime la conséquence. Il y a la natija ou la بحال تنستنتج شي حاجه، تنقول لك دونك هي اذا كاين اور اكسبريم لوبوزيسيون طون اون انتويزون دو نوفيل دوني. اور بحالها بحال تقريبا بحالها بحال مي. كاين ني مارك لاديسيون، هي مارك لاديسيون تعطيني الاضافه، ولكن فاش تكون لا فراز نيجاتيف، فاش تكون لا فراز نيجاتيف تنقول لك جون Je préfère ne hadi ne hadi. Je fais un Je préfère. Par exemple, ma brite le hadi le hadi. Kin car introduit la cause. Le ou est-ce que car introduit la cause. Hadou huma. Aham. L'ouhdine huma. Aslan dit les conjonctions de coordination. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هاد لا فيديو هذا. كاين واحد ليكزيرسيس عنده علاقه بلا كونجونكسيون دو كورديناسيون. هانتوما وقفوا لا فيديو وحاولوا تخرجوه وشوفوا، ونخلي لكم واحد 20 ثانية تقريبا ونوريكم التصحيح. هادو بطبيعة الحال تكملوه كيف قلنا، تكملوه بهذوك اللي وريتكم، بهذو اللي شفنا في الطابلو هنايا، هادو اللي شفنا مي او وي دونك اوغنيكا، غتكملو بهم. غتشوف نتا تقرا وتحاول تشوف واش فهمتي وتحاول باش تكمل بهم. وقفوا لا فيديو وخدموا على خاطركم. وديزولي الا كنت هنا، كاينين هنا قلت لكم كونجونكسيون دو كورديناسيون هنايا، غير نسيت درت هاد لا فيديو، راه تنسجلو انا شويه عيال، وغير حاولت كيف ما كنت وعدتكم
بغيت انني نسجله، قلت لهم نسجله هاد النهار هذا عيان شويه وسجلته. هادشي علاش الصوت ديالي تنبدا نهضر وتنحبس، فهمت؟ حيت ما قدرتش ندوي في دقه، حيت موالف لا لاحظتوا بانني تندوي تلقائيا وفي دقه وما تنوقفش هكا. فوالا، نديرو لا كوريكسيون، نديرو التصحيح. في الاولى غادي تكون اي، في الثانيه غادي تكون مي، في الثالثه غادي تكون كار، في الرابعه غادي تكون او، هذه تكون ني ني، هنا غادي تكون دونك، هنا غادي تكون اور. فوالا، هادو هما اهم العناصر ولا اهم قواعد اللغه الفرنسيه اللي خصك تضبطهم باش تتعلم، باش لبغيتي تتعلم لا كومونيكاسيون، لبغيتي تتعلم تريديجي، ولا هادو خصك اساسيين. انا حاولت نشرحهم ونبسطهم لكم وجمعتهم في فيديو واحد باش يجيكم ساهلين. انا متاكد لا تبعتي غير لا فيديو وفهمتيني شنو، فهمتي هذاك الشرح، راه حاولت نبسط ابسط ما يكون وعطيتكم غير الاساسيين اللي خصكم تقيدوهم يبقاو عندكم وتبداو تراجعوهم اشاك فوا. كونوا متاكدين بان ما غاديش تبقى عندكم اشكاليه في اللغه الفرنسيه، لا من ناحيه غتوليو تفهموا الجمل بكل بساطه، حيت الا كانوا عندك القواعد غادي تفهم تفهم شنو تيتقال لك، فهمتي؟ غتولي فاش تبغي تعبر تقدر تعبر وتعبر بدي تيرم كوريكت، ما تبقاش تخربق بحال فاش قلنا، فاش تهضرنا على لي برونو، فاش هضرنا على لي زادجيكتيف وداك الشيء، هادوك تيساعدونا باش ما نبقاوش نخربقوا، باش نبداو نقولوا دي فراز كوريكت. تتمنى انني نكون فدتكم ونكون وصلت لكم الميساج. كيف قلت لكم ديزولي حيت شويه عيان وماشي هو هذاك، ما ماشي هذا هو اصلا الشرح اللي تنشرح، مولف تنشرح احسن من هكا الصراحه، ولكن نتمنى ان الميساج يكون وصل لكم. ديما تكونوا خدامين في لا فيديو، بداو توقفوا اشاك فوا، وقفوا وقفوا، قيدوا داك الشيء، هادشي كله خصو يتقيد، قيدوا عندكم في اجندا، قيدوا عندكم في شي كايي ولا شي حاجه، اشاك فوا اشاك مومون تقدروا تراجعوا ليه باش ديروا لا ريفيزيون ديالكم، او ميم طون تقدروا تقلبوا في الانترنت على دي زيكزيرسيس باش تميتريزيو وتزيدوا تابليكيو هاد هاد لي غاغل ولا هاد القواعد ديال الغراماتيكال، القواعد ديال السر ديال اللغه الفرنسيه. تتمنى انني نكون فدتكم. ما تنساوش الى عجبكم لا فيديو تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، تابوناو في لاشين اللي باقي ما ابونيش، شنو اخر، تخليو دي كومونتير كي جاكم لا فيديو شنو بغيتو لي فيديو ندير لكم ان شاء الله. كان معكم عماد زنيتي، السلام عليكم.